مرحبا، كيفكم؟ عساكم تكونوا بخير إن شاء الله. بداية قبل ما نطرق لموضوع الغرفة السرية الموجود بالمود الجديد، مود المدينة الغارقة، بتمنى منكم وبتمنى فضلا وليس أمرا تدعموني يا جماعة. تدعمونا بالاشتراك، بس طلب صغير يعني، اشتراك واللايك. الفيديوهات القديمة اللي قدمت، الفيديوهات اللي كان فيها فائدة بالنسبة للغرف السرية أو شغلات تانية كانت منها مبهمة يعني غامضة، فكان في مشاهدات عالية كتير، قطعت 10,000 و20,000، ولكن الاشتراكات قليلة. بتمنى منكم تدعموني بالاشتراك واللايك كمان، لا تنسونا من اللايك. تمام، رح نحكي اليوم عن الغرفة السرية الموجودة بالمدينة المنسية، اسمها المدينة المنسية بالتحديث الجديد، تحديث المدينة الغارقة. هاي الغرفة السرية هي موجودة بكهف، تحت كهف. هلا رح أرجيكم إياها شلون. في سويتش بدي شغله، هاي الغرفة الأولى، نجي على اليمين بتكون هذا السويتش تبعها. لما نضغط على السويتش تفتح الغرفة اللي شايفين قدامي مني، وفي الثانية اللي أول ما نوصل على المدينة تكون على يسارنا. تمام، كمان إلى سويتش، هذا السويتش إذا ضغطناه بيفتح تفتح هاي البوابة. هاي البوابة عبارة هي يمكن عن ماء منسدل أو شلال، ما بعرف. هلا بيفتح الباب وبنفوت على الكهف. تعبوا معي. هلا فتحت الباب الاول انا، رح ارجيكم شلون نفتح الباب الثاني. تمام، الحكي اللي قدام مهم يا جماعه، تحت بالكهف قدام. هلا عم ارجيكم انه بتكون المدن تحت هدول كهفين، في مو مدن يعني، في مثل كهف تحت وفي جواته غرفه سريه. تمام، هلا رح ننزل هون نسبح ونفوت بالكهف، بالكيف. مو شايفين فاتين بالكهف نحن هلا، بدكم طولوا بالكم علي شوي، بس عم نورجيكم انه كون المود نازل جديد يعني. هلا هون وصلنا للغرفه، مطرح الغرفه السريه. شوفوا هالاعمده الموجوده بالارض يا شباب، شايفين اعمده موجوده بالارض، كل عمود فيه لؤلؤه او فيه هاي اللمبه الزرقاء، ما بعرف شو اسمها، ضوء ازرق. تمام، هلا لاحظوا البوابه فهم منها في اربع اضويه، يعني ناقصني ضوين لحتى انا افتح الباب. كل عمود فيه طابق او كره، حتختصر لكم الحديث على الاخر، ما بقرب عليه، بروح بدور على الاعمده اللي ما فيها كره. تمام، ما فيها هاي اللمبه، لما بروح على العمود اللي ما فيه لمبه بعمل تفعيل. شوفوا لاحظوا صاروا خمسه. هلا هي ما في كره، نعمل تفعيل بتشتغل كره، صار في ضوء على البوابه، صار ضوت البوابه. شو مساي، بنروح عند البوابه بتفتح وفي عندنا لوت، وتفضلوا لوتوا اللي بدكم اياه. تمام، الفكرة يعني انه اي عمود ما في كرة توجهوا لعنده فورا، لا تستنوا شيء، لا تروح على العمود اللي فيه لمبة، بس بده العمود اللي فيه اللي ما فيه لمبة نعمله تفعيل وبس فقط. برجع بقول لكم يا جماعة، لا تنسوا تدعمونا بالاشتراك، اشتركوا يا جماعة، هلا حيكون عدد مشاهدات كثير. طبعا هذا فضل من رب العالمين، ولكن الاشتراكات رح تكون قليلة. بتمنى منكم تدعموني بالاشتراك وفعلوا زر الجرس لتشوفوا كل شيء جديد، وما رح طول عليكم بالحكي. دمتم سالمين، والسلام عليكم.